ففي البخاري باب فضل عائشة رضي الله عنها. ماذا ورد في البخاري؟ باب فضل عائشة رضي الله عنها. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: من عائشة؟ وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى. تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة أفقه امرأة، هي أعلم النساء على الإطلاق، حتى مريم أم المسيح، مريم بنت عمران، ما كانت مثل عائشة بالعلم، ولا فاطمة رضي الله عنها، ولا أي امرأة في الدنيا. عائشة رضي الله عنها هي أفقه نساء العالمين. عائشة عاشت مع الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، عاشت قريب من 10 سنوات. في هذه المدة القصيرة تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، فصارت هي أفقه النساء على الإطلاق. الرجال كانوا يستفتونها، كان يمد ستار لأنه فرض على أمهات المؤمنين، على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغطين وجوههن، هذا حكم خاص بنساء الرسول، ليس لكل نساء المسلمين، لا. فكان الرجال يستفتونها، كان يمد الستار، الرجال يقعدون وراء الستار ويتكون داخل الستار، يسمعون صوتها فيأخذون عنها العلم. ليس فقط هذا فضل عائشة، كذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثريدة عند حديثه عن فضل عائشة، عن فضل السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث أيضا رواه البخاري. هذا الحديث ماذا فيه؟ يدل على فضل الثريد على باقي الأطعمة، كما يدل على فضل عائشة. في هذا فضيلة لعائشة رضي الله عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهها بأفضل طعام العرب وأكثر طعام العرب تغذية من غيره. ما هو الثريد؟ المرق، مرق اللحم مع الخبز، كذلك يقال في الشاي مع الخبز ثريد، كما يقال في الحليب مع الخبز ثريد أو الكعك ونحو ذلك. لكن في الماضي هذا الثريد كان من مرق اللحم، فهو أكثر طعام العربي غذاء، وهذا يدل على كما قلنا فضيلة عائشة رضي الله عنها.